تخدم. تأكد أن بالنسبة لوزارة الري بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية نعطيه أهمية كبيرة للأراضي الفلاحية وللفلاحين ولطلباتهم. أكيد أن سلم الأولويات هو الماء الشروب، لكن في المقابل ما نسيناش وما ننسوش إخواننا الفلاحين اللي على مر السنوات الأخيرة هما يشهدوا أن كان فيه تناقص كبير للتساقط المطرية، أثار كبيرة للتغيرات المناخية، لكن المجهودات يشهد عليها الجميع من أجل تزويدهم بكميات، وكان تزويدهم بكميات حتى على دفعات، أينما توفرت كميات نضيفوا كميات أخرى. نفس الشيء التقيت مع إخواننا الفلاحين وتكلمت معهم. احنا رانا بالنسبة لنا خاصة بالنسبة للشجرة رانا بالنسبة لنا رانا حاطينها حتى هي في الأولويات نتاعنا، لأن ثروة بالنسبة لنا وما نسمحوش أنها باش تزول. عندنا لجنة اللي مسؤولة على تقسيم المخزون اللي موجود في السدود، حاليا راهي تسهر باش تشوف يعني الكميات اللي تقدر توفرها لإخواننا الفلاحين. يعني هذا النقطة رانا حاطينها في سلم الأولويات، وإن شاء الله يكون فيها تكفل ونحافظوا على الثروة اللي عندنا، هذه الثروة الفلاحية تاعو هي الأمور اللي تخص إخواننا الفلاحين وتخص الري الفلاحي. وكان قبل ما ننطلقوا في الزيارة طرح النقطة هذه لزميلي سيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية اللي نشكره، يعني راهو بذل كل المجهودات حتى أنه وعد أنه باش يكون إن شاء الله هو أساسي، يعني هو الفلاحة هو الأساس. لكن نحب نأكد بالنسبة لأماكن تواجد الأبار هذه ولا حفر الأبار هذه، هو يخضع هي عملية تقنية 100% 100%. عندنا الثقة في المؤسسات نتاعنا وعندنا الثقة في المهندسين نتاعنا، وتكون بالطبع بالتشاور مع المصالح التقنية على المستوى المحلي تحت إشراف السيد الوالي. ما يتم حتى شيء بدون موافقة السيد الوالي إن شاء الله.